الكفاح في زمن الأغبرة وتعدد الفاقة ومتاعبها طريقا إلى وصول الغاية وبلورها، وهدفا إلى العمل والكد والتعب الذي ساق الرجال إلى علو المكانة والأمانة الملقاة على عاتقهم. من هنا يأتي المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل، أمين منطقة الرياض، واحدا ممن عصرتهم الحياة في زمن كانت الحاجة طريقا إلى العمل قبل التعلم لنسيان الفاقة ونشوبها. لكن والده أدرك أن العلم سلاح قوي إلى بلوغ الغاية الكريمة في سنن الحياة ومكاسبها. فكانت طفولته في حي المليحة بالرياض الذي ولد فيه في شهر جماد الآخرة لعام 1375 من الهجرة، كانت سببا في ثراء العلم وتحصيله. فدرس الابتدائية في مدرسة المنصور، ثم انتقل إلى المتوسطة الثانية القابعة في شارع المربع، والتي تخرج فيها إلى ثانوية اليمامة متفوقا فيها لتؤهله للقبول في كلية البترول والمعادن آنذاك، والتي تحولت إلى جامعة الملك فهد. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير مشاهدينا الكرام. معالي المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل، أمين منطقة الرياض، كما عرفه التقرير قبل قليل، هو شخصية غنية عن التعريف. في هذه الليلة هو ضيفنا المهندس عبد الله. نرحب باسمكم جميعا بمعالي، مساء الخير. يا اهلا وسهلا، مساء النور اخ احمد، وشكرا جزيلا، حياك الله. معالي المهندس، طبعا استمعنا في التقرير ماضيكم وخبرتكم وكفاحكم منذ أن كنتم يعني في 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 أحياء منطقة الرياض الغبيرة وعدد من الأحياء في الرياض، يعني في عجالة، يعني مراحل الدراسة آنذاك، المراحل التعليمية في تلك الأزقة والبيوت القديمة، ماذا تمثل لكم في هذا الكفاح إلى أن وصلتم معالي أمين الرياض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني البداية من الولادة، ولدت في المليحة، يمكن الكل يعرف حي المليحة في ذاك الوقت غرب مقيبرة، وتربيت هناك حتى بداية المراحل الدراسة الابتدائية. انتقلنا لبيت طيني في شارع العطايف، والتحقت مدرسة سبيكة ابتدائية، كان اسمها سبيكة، ثم تغيرت أكثر مرة المنصور، ثم معاوية بن أبي سفيان، وأكملت فيها المرحلة الابتدائية. أيضا المدرسة نفسها انتقلت من أحد الشوارع في حي شارع العطايف إلى شارع العطايف نفسه، على شارع العطايف نفسه. أنهيت الدراسة الابتدائية فيها، ثم انتقلت للمرحلة المتوسطة، كانت في المتوسطة الثانية في شارع الوزير اللي عند المكتبة، وأكملت فيها أيضا المرحلة المتوسطة، وتخرجت منها في عام نهاية التسعين، أوائل نهاية 89. ثم التحقت باليمامة الثانوية، وكانت في ذاك الوقت ولا زالت الحقيقة إلى حتى انتقلت من أهم يمكن وأكثر المدارس الثانوية تأهيلا وتخريجا لأصدقاء وأعزاء ومسؤولين الآن في قطاع الدولة، في مختلف قطاع الدولة وحتى القطاع الخاص، حتى انهيت الدراسة الثانوية فيها. ثم تقدمت لقبول الالتحاق بكلية البترول آنذاك، كانت كلية البترول المعادن، وكان لها أسلوب حقيقة متميز في اختيار الطلبة، ولا زال. كان هناك أولا اختبار تحريري كامل، ثم مقابلة شخصية، قد تنجح في الاختبار التحريري ولكن قد لا تقبل كشرط قبول يعني. شخصي، نعم، شرط قبول. الحمد لله كنت من الناس اللي يعني نجحوا في الاختبار التحريري وقبلوا في المقابلة الشخصية، وأتذكر كان أكثر من 450 أو 500 شخص من تقدم، لكن اللي قبل منهم ما تجاوزوا 200. وأثناء السنة الأولى من الجامعة، لما تحولت إلى جامعة في عام 94 هجري 74 ميلادية على يد الملك فيصل رحمة الله عليه، انخفض أيضا الطلبة اللي تخرجوا حتى لم يتجاوز 180 طالب في ذاك الوقت. وعلى الرغم من صعوبة المواقف، إلا أنه تمكن من تجاوزها بأن عين مهندسا في وزارة المواصلات مطلع شهر شوال من عام 1300
1898 للهجرة. واستمر كفاح المهندس المقبل من خلال تدرجه الوظيفي في وزارة المواصلات حتى بلغ الأمر تكليفه وكيلا للوزارة في شهر العاشر من عام 1417 للهجرة. ويحسب للمهندس المقبل خلال تلك الفترة تحقيق النقلة النوعية في مجال الطرق العامة في مناطق المملكة كافة، كما حظي بترأس وعضوية عدد من المجالس والإدارات والمنظمات الدولية التي تجاوزت أكثر من 31 مجالا. طبعا المهندس، خليني أعود للذاكرة إلى تلك الطفولة وتلك المرحلة، يعني علاقة المهندس عبد الله المقبل بجيرانه، بأبناء الحي، يعني خارج إطار الدراسة، يعني كيف تمثل تلك المرحلة بالنسبة لك؟ ذكريات كانت أجمل الحقيقة المراحل. أتذكر يعني كل التنقل كان بالمشي بالأرج، سواء للمدرسة أو حتى للسوق. كان السوق القديم طبعا اللي هو سوق الديرة أو سويقه إذا بغى الواحد يعني يشتري ملابس أو خلافة، أو حتى الزيارات العائلية، بيوت الأعمام والخوال، كانت كلها في محيط واحد. ولكن التنقل سواء مع الأهل أو مع الأخ محمد أو الأحد الأقارب كانت بالمشي. جميل. في كل الأوقات. هذا عام كم يا مهندس؟ طبعا نتكلم في الثمانينات هجرية، يعني أنا ولدت عام 75 هجرية، فنتكلم عن اللي يتذكرها الإنسان عندما تجاوز 5 أو 6 سنوات. طيب في تلك المرحلة من كان من زملائك وأصدقائك في الحي تتذكر منهم الآن في الجيل الحالي الآن موجودين؟ كان يمكن السبتي من جيراننا في نفس الحي أو في نفس المنطقة، هو الخليفي، وعدد كثير الحقيقة منهم. يمكن لا يسأل الوقت أني أسمي أحد وأترك أحد، ولكن تعرف يمكن شارل العطايف، أو خلنا نقول مليحة وشارل العطايف، يمكن أكثر أهل الرياض كانوا في تلك المنطقة. فأيضا عندما انتقلنا إلى شمال شارل العطايف كان السبيعي والرويشد من جيران الوالد في الحي نفسه، وحتى انتقلنا بعدها إلى شارل الخزان في نهاية شارل الخزان، ثم عليشة، ثم تغيرت المساكن الآن. أبو عبد الرحمن، طبعا في تلك الفترة كان طبعا الحرص على صلة الرحم مع الأقارب من أهم سمات المجتمع في ذلك الوقت، طبعا بعكس المجتمع الحالي مع الأسف الشديد، أصبحت الآن أو أصبح التواصل الاجتماعي والتواصل الرحم قليل جدا. أنت تقول مثلا أني أنا أمشي على أقدامنا ونروح نمشي على رجلينا وكذا، هل هناك يعني أو في ذلك الفترة مثلا هناك عوائق فعلا قللت من صلة الرحم البعيدين على الأقل؟ لا أبدا، بالعكس، أنا أعتقد في كل عائلة هناك من يقود هذه المسيرة. أنا أذكر رحمة الله عليه والدي ووالدتي، يعني والدة بالذات كانت تقريبا هي ملتقى كل الأقارب، وكانت هي زي ما يقولون من يستقبل الجميع، سواء منهم في الرياض أو منهم حتى في الديرة في كسور المقبل، حتى مزاحمية وغرم أو غيرها. فكان بيت الوالد الله يرحمه ملتقى لكثير من الأقارب. وكان رحمة الله عليه عندما انتقلنا من مليعة إلى شارل العطايف اشترى بيت ذاك الوقت، كان يتكلم عن قيمة يمكن 6000 ريال، وبنى دور ثالث فيه بالطين. الدور الثالث فيه أكثر من 7 غرف، كانت 7 غرف هذه مشغولة بالأقارب على مدار العام، اللي يعمل في البلدية ذاك الوقت، اللي يعمل في الحرس الوطني، واللي يعمل في وزارة الداخلية وغيرها، خالي وخوالي وعمامي وابن عمي. فكانت الوالدة رحمها هي ملتقاهم، كانت هي اللي تخدمهم وتجهز لهم حتى احيانا ملابسهم وغيرها، والى الان يتذكرون هذا الشيء، يعني اللي موجودين يتذكرون كيف كانت اللحمه في بيت الوالد، ان معظم اقارب الوالد والوالده كان متقاهم بيت الوالد الله يرحمه، بيت الوالده حتى توفيت عاد. في خليني ادخل في العمق اكثر، يعني في جانبك الاخر من حياتك، عن خليني اسميها الطفوليه او البدايات، يعني هل كان عبد الله المقبل أبو عبد الرحمن يمارس هوايات داخل الحارة كلعب الكرة، كبعض الألعاب اللي ما أبغى أسميها لك الشعبية، يعني هل فعلا كنت تمارس هذه؟ كنا نلعب الدنانة،
وهي طبعا الكفر الحديد وتركب فيها تسوي يدوي يعني مع سواء عاد مع اخوانك ولا مع اقاربك ولا مع الجيران. كنا نلعب البكره وهي طبعا تاخذ علب الغطيان الكوكاكولا ذاك الوقت وتربطها بمغيط تركبها على بكره او الحين تركبها على عظم تعملها كانها يعني دناله تمشي فيها. طبعا الالعاب كانت بالغالب في النهار ماكو في النهار طبعا. متى يخلد عبد الله منكم في ذاك الوقت يعني الراحه والنوم البيت؟ هل بعد المغرب مثلا؟ عاده بعد العشاء بعد صلاه العشاء عاده لان كنا مع الوالد الله يرحمه كنا نصلي ونرجع وبعدها نادرا ما يتاخر الواحد في ذاك الوقت. حتى البكور من ذاك الوقت يعني من الطفوله كان الواحد من اجره يعني مستيقظ. المهندس عبد الله دائما هو يبحث بقوة عن قضية عدة مبادئ: مبدأ المصداقية في التعامل، مبدأ الأمانة في نقل الحقيقة، ومبدأ الالتزام بما يتم اتفاق عليه. ومن هذه الزوايا الثلاث تجد الأمور تتفاوت بين انطباع الناس في التعامل مع المهندس عبد الله بين أنه ماتعا وميسرا أو أنه صعبا وعسيرا. يعني الشخصيات أثرت على المهندس عبد الله مقبل ملوك هذه الدولة في ذاك الوقت. أيه يعني من تأثرت فيه أو على الأقل مواقف جميلة كانت؟ الوالد، والدتي، خالي محمد الله يرحمه، وخالي صالح اللي بعده يأتي. وخالي في صالح. أي عهد الملوك كان؟ ملك سعود، ملك فيصل؟ وقت الملك، وقت الملك سعود طبعا الوالد الله يرحمه هو اللي تأثرنا فيه. لكن أنت شاهدت الملك فيصل وقابلته؟ نعم. أي أنا ودي أذكر هذا اللقاء وهذا. أنا يمكن مرة واحدة اللي شاهدت فيها وجها لوجه وكانت بالصدفة. كانت الوالدة الحقيقة دائما، والوالد أحيانا إذا كان متواجد في الرياض دائما وقت العيد سواء عيد الفطر أو عيد الحج تقوم بزيارة كل أقاربها سواء في سور المقبل أو حتى المزاحمية. نعم. وكان إحدى القريبات الكبيرة العزيزات على والدتي اللي هي خالة الملك فيصل رحمة الله عليه، كانت دائما تزورها بالذات في يعني بالذات في العيدين اللي ما يكون ما بينهم. فأتذكر هو عيد حج كان، أتذكر بعد العيد مباشرة جاء يزورها الملك فيصل بالصدفة. كنا عندها وأصرت على ذكر غدا وجلسنا إلا أحد أبنائها صغير قال جاء الملك فيصل. يمكن الكلام هذا يا 87 هجرية يا 86 هجرية ماني متأكد السنة. جميل. لكن فعلا فوجئنا أنه دخل عليها رحمة الله عليها وسلم عليها. كانت هي المرة الوحيدة اللي قابلت وجه لوجه ومهابة كبيرة الحقيقة. وهو متواضع بنفس الوقت جدا جدا. طيب مهندس عبد الله في تلك الفتره يعني الاريحيه والتواضع وسمت الاحياء، هل هي اثرت على عطائكم الدراسي تميزكم مثلا ام تعطيكم والله دافع اقوى مما نحن عليه الان؟ هو انا اعتقد شيء مهم الرابطه في العائله نفسها، العلاقه العائليه بين بعض الام والاب والابناء والاقارب. طبعا في ذاك الوقت كان كثير من البيوت فيها مو بس الاب والام، الجد والجده. نعم. والخوال. يعني اذكر بيتنا كان فيه جدتي طبعا ابوي وامي وجدتي وخوالي وحتى اعمامي يعني بعض الاعمام. نعم. اعمام ابناء عم الوالد في نفس البيت عايشين يعني زي ما قلت لك كان لهم غرف مخصصه لهم من الوالد والوالده الله يرحمه. فهذه تعطيك يعني يمكن تتعلم من كل واحد ميزه. نعم. وحتى النصح يكون من اكثر من واحد لما صحيح. تخطئ او يشوفون عليك خطا ياتيك النصح بطريقه تختلف عن اللي يجيك من الوالد والوالده. طبعا الوالد والوالده بينصحونك يمكن بقوه. جميل. يمكن هم بسبب يعني وجودهم كضيوف ولا هم مو ضيوف هم اهل البيت. نعم. ينصحونك بطريقه مختلفه. هذا طبعا تخلق في الانسان كثير من المزايا اللي تخليه يعني يكون اكثر لباقه، اكثر لياقه، اكثر حبا، اكثر عمقا للاقارب. ولذلك الحمد لله يعني في العائله استمرت هذه الطبيعه الى اليوم. يعني نلتقي الحمد لله يوم في الاسبوع. جميل. كل اقاربي يعني اخواني واخواتي وابنائهم وبناتهم وكذا نلتقي على الاقل يوميا في الاسبوع.
تأثير الوالد علينا حفظه الله يعني في أثناء دراستنا طبعا من أكثر مراحل اللي تمر على الأبناء اللي مرحلة الانتقال من المدرسة إلى الجامعة. طبعا كان بدأ دوره ينتقل من أب إلى أخ، من يعني مرحلة الوصول للمتوسطة والثانوية بدأ ينتقل إلى أخ أكثر، يحاول مساندتنا في كأخ وليس وكصديق وليس كوالد، يعني يوجهنا وينصحنا ويكون مستشار أكثر من أنه يعني يكون له تأثير يعني كأب ولهيبة. ذلك لكي لا نتأثر، لا يأثر علينا، لا نحس أنه يعني له تأثير. دائما الطفل الشاب لما يبدأ يحس بكبر العمر وكبر المسؤولية يحتاج إلى أخوة مستشار. كيف تعطي أبنائك حرية الاختيار في ميولهم الرياضي مثلا أو أنا أعتقد قلدوني لا يوجد لهم ميول رياضي لفريق بذاته، طبعا يحبون تهرب يعني مهندس عبد الله ولا لا أظن تقليد شايف انه عبد الله ما عنده ميول رياضي للنادي فنان. انا طبعا ميولي لما يكون في منتخب طبعا هذا للجميع هذا معه ما لا اقبل انه ما يفوز، لكن اني اميل للنادي الفلاني ثاني لا. طيب مهندس عبد الله، طبعا لا شك انه شخصيه الانسان تبدا من طفولته وتنتهي معه حتى يتحقق له يعني مناصب عليا، وأنت تقلدتم شرف خدمة منطقة الرياض كأمير لمنطقة الرياض. علاقاتك السابقة هل هي فعلا أعطتك مثلا دافع معنوي وحس أخلاقي أنك تتواصل أيضا حتى في منصبك الحالي؟ نعم هذا مؤكد، وأنا أعتقد أنه الإنسان سواء كان موظف حكومي أو موظف خاص إلا يكون بعلاقة جيدة مع كل خلينا نسميهم المشاركين في حياته في العمل أو في المجالات الأخرى، إنما يكون ذا علاقة جيدة معهم وذا تواصل معهم ويعني يلبي ما يمكن من حاجاتهم بقدر المستطاع وبدون طبعا نضرب أحد، أعتقد أنها أكبر دافع للإنسان أنه يستمر في عطاء جيد. الرد والتردد قد لا يكون هو الوسيلة أنا أعتقد لكسب الآخرين أو حتى للتميز مع الآخرين. كل ما تكون أنت متجاوب في تلبية حقوق الناس وتلبية احتياجاتهم كل ما تكون قريبا منهم طبعا يحكمك أنظمة وتعليمات معينة، ولكن عدم الخروج منها لا يعني أنه ما تتجاوب أو ما تلبي الاحتياجات. أنت أنتقل من مرحلة التخرج الدراسي إلى المرحلة الوظيفية مع بداياتك في وزارة النقل. ما كنت حقيقة أنا بعمل في أي وزارة، كانت الجامعة رغبت مني وبالذات كان الله يذكره بالخير عميد كلية الهندسة الدكتور عبد الله السياري رغب أني أكون معيد في الجامعة، كانوا يختارون بعض الخريجين حتى يأهلهم معيد ثم يرسلوا البعثات للدكتوراه ثم يعودوا للجامعة، فأنا كنت من اللي يعني وافقت أني أكون معيد في الجامعة. بس في آخر تيرم أو آخر الفصل دراسي أخذت الوالد الله يرحمه لندن لإجراء بعض الفحوصات وعملية، فتوفي في لندن الله يرحمه بعد يمكن ما جلس حوالي شهرين جلس. كان هذا موقف صعب عليك. نعم. ف وأنا في لندن في المستشفى عند الوالد الله يرحمه زارني ابن عمي الله يرحمه أيضا توفى، كان يعمل في ذاك الوقت وزارة المواصلات، فأعني إنه إذا رجعت يمر على الوزارة أنا أمر على الوزارة وأشوفها وإذا عجبتني ليش ما التحق بالعمل. هذا طبعا قبل وفاة الوالد، طبعا فكرة جت في بالي لكن لم أهتم فيها لأني كنت مرتبط بوعد مع الجامعة، لكن وفاة الوالد أجبرتني أني أترك فكرة الجامعة، كانوا ذاك الوقت أخواني أخواتي صغار، أترك في الجامعة وأني أتوظف حتى أني يمكن أكون عون لهم. الوالدة كانت توفي قبل الوالد بخمس سنوات، فزرته في مكتبه وزرت بعض الإدارات وعجبتني الحقيقة طبيعة العمل وقربها من دراستي وتخصصي ورغبة، فالتحقت بالوزارة. طبعا الوزارة كان عندها برنامج تدريبي سنة. من كان الوزير في ذلك الوقت؟ كان الشيخ حسين منصوري رحمة الله عليه، كان الدكتور ناصر السلوم وكيل وزارة في ذلك الوقت. الوزارة كان عندها برنامج تدريبي لكل
المتقدمين وكان بعد ما يتعين الموظف يعطونا دور برنامج تدريبي، إذا اجتازه نقل أو وظف أو عين في المكان اللي طبعا يتلائم خبرته. وكان فيه مدير فني في المختبر قديم جدا في الوزارة من الفلبين، بس كان على مستوى متميز، أتذكر اسمه نويصة، توفى رحمة الله عليه، كان هو مسؤول عن تدريب المهندسين الجدد. فأخذنا في برنامج التدريبي، ولكن الحمد لله طبعا كل شهر تقدم اختبار وكل شهر تقدم تجربة. فأتذكر أنه يمكن في الستة الشهور الأولى اجتزتنا البرنامج التدريبي والتحمد على طول بالعمل. نعم، التحمد بالعمل الفعلي، أنا حملت مسؤولية، وكانت تحت المسؤوليات أني أشارك في لجان تخرج لمشاريع، وكان أول مشروع خرج له كان في ينبع النخل. طيب يعني أعود إلى جانبك الآخر، شخصيتك في ممارسة الهوايات، الرحلات البرية، السفر مع العائلة مع الأصدقاء، ماذا تبث لك هذا النموذج العائلي والأسري في نفس الوقت؟ أنا أعتقد انعكس علي لاحقا. طبعا كانت كل سفراتنا في الصيف في ذلك الوقت، إما ننتقل بسيارة مستأجرة، الوالد الله يرحمه كان يستأجر، نطلع للطائف، نجلس في الطائف فترة يعني الصيف كله، وننزل ما بين الطائف ومكة وجدة، وأتكلم عن الثمانينات هجرية. جميل. وحتى يعني كانت مشقة الانتقال يعني متعب؟ نعم كان. أيه. أنا أتذكر كم ساعة تقريبا من الرياض إلى الطائف؟ لا أتذكر أول رحلة لنا في الثمانينات، أوائل الثمانينات، جلسنا يومين. أوه. في باص. نعم. كنا الوالد الله يرحمه استاجر باص، وكنا كثيرين يعني، كانت الطرق غير معبدة يعني. إلى تقريبا شقرة كان معبد، ما بعدها غير معبد، وكانت المشكلة تأتي دائما بعد ما بين شقرة والدوادمي، لأنها صعبة، ثم تكون سهلة من الدوادمي تقريبا حتى تجاوز عفيف، ثم تبدأ المتاهة تقريبا للناس اللي ما يدلون الطرق ما بين تقريبا قبل ظلم إلى المويه القديم. نعم. إلى حتى الطائف، لأن هذه كم كنت تشوف الفترة في الإجازة؟ إجازة الصيف العادية ما بين شهرين شهر ونص. وكنا ننتقل ما بين الطائف ومكة وجدة طبعا. طيب الرحلات البرية مهندس عبد الله كانت تأثير عليك؟ نعم كانت قريبة، ليست بعيدة، رحلات البرية لا تتجاوز محيط منطقة الرياض. في الأوائل طفولتي، إما جهة الديرة مثلا زحمية القصورة وراها أو ضرمة، أو جهة السنير من هنا. يعني ما كانت بعيدة ولا كانت طويلة، كانت يوم أو يومين بالكثير. رحلاتك عائلية بالبرية ولا معك أصدقاء؟ عائلية كلها. وهذا اللي هل كان مهندس عبد الله يطبخ؟ أحيانا لا، أحيانا في القدم، أما مؤخرا لا والله. يعني أم عبد الرحمن استفادت مثلا من؟ لا أبدا. طيب لكن الأكلات المحببة لك في البر مثلا، يعني وش الأشياء اللي يعني فعلا على المعتاد عليه مثلا؟ كبسات معينة؟ ما في يعني خيار. مشكلتي انه يمكن اكل متأخر انا. يعني من اطلع الصباح حتى الساعة 6 5 احيانا 7 8 بدون اكل. هذا حاليا يعني؟ اي الحال. نعم. لا انا اقصد قديما يعني في البر مثلا. لا في البر كبسة معروفة، معروف الكبسة طبعا. كبسة سواء باللحم. كنت ماهر فيها يعني؟ ما هو بكثير. لا يمكن مرتين او ثلاث مرات اللي فعلا بنفسي، مرة في القدم مرة في الجامعة لما كنا في بعض الشخصيات يفتخرون انهم يطبخون في البيت. نعم لكن انا ما كنت مع الاسف. ولا تزاولها الان؟ ولا ازاولها. طيب بعد يعني بعد هذه الرحلة الطويلة من الكفاح والمعاناة الان كلفت انت الان، وهذا شرف ان تكون امير منطقة الرياض، والرياض منطقة طبعا لا شك انها كبيرة وانتقلت نقلة غير طبيعية في سنوات عديدة. يحيط بالرياض مجموعة من البراري وأنت أحد رواد البراري، ما هي يعني ما المعاناة تشكل لك حاليا في مثل هالأماكن اللي يردها الناس؟ أولا حقيقة العناية بها، أنا أعتقد من المهم العناية بها. شيء ثاني أنه الحرص على أن يكون فيه متنزهات طبيعية جدا ومخصصة للرحلات البرية، تكون تحت إشراف الأمانة ويعتنى فيها، وتكون فيها نوع من الخدمات اللي تقدم ليس فقط برية مفتوحة، لأن أيضا فيها بعض التجهيزات الأساسية، دورات مياه مختلفة، أماكن مثلا للشوي،
أماكن لتجميع المخلفات وإلى آخره، وهذه الحقيقة اللي كانت يمكن من ضمن الاهتمامات اللي ناقشتها مع الزملاء، وعندهم الحقيقة التوجه أخوان في الأمانة والمجيد عندما تتوجه، وحتى في فكرة لتطبيقها في موقع الآن شمال الرياض وغرب الرياض. جميل. الآن الرياض كما تعرفون المملكة بشكل عام يعني بدأت ثقافة الرياضة وثقافة المشي، والأمانات ساعدت على إيجاد مثل صحيح. هذه الأماكن، طرقات مخصصة، حدائق، حديقة صحيح. الملك عبدالله في الملز تعتبر بفخ من مفاخر منطقة الرياض. هل أسرة عبدالله المقبل حقيقة تمارس هذه الأنشطة والهوايات، سواء كان في الممرات المشي المعدل المشي أو كذلك حديقة الملك عبدالله؟ نعم، بكل شفافية. صحيح. يمكن أقرب شيء ابني عبد الرحمن تقريبا كل ليلة يخرج في هو كان لوحده أو مع والدته أو مع أخته، الآن يخرج مع زوجته كل ليلة في ساعة مشي تقريبا في الممرات، وآخرتها كان الأسبوع الماضي متصل فيني من منتزه الملك عبد الله في الملز، كان أخذ جولة عليه بالمشي ثم انتقد الأرصفة الخارجية، قال لي أنه لاحظت أن ما فيها ممرات لأصحاب العربيات بالذات ذوي الاحتياجات الخاصة. فعلا انه لانه في مشروع الان ينفذ بيكون هو فعلا المحيط الكامل الحديقه، بيكون فيه كل ممرات ميسر لاصحابنا، فكانت هذه ملاحظه منه لكنها كانت مخلوقة بالاعتبار. فعلا مهندس عبد الله الحقيقه يتحلى يعني من اهم صفاته اللي وجدتها في تاريخي معه، قدرته على الاستمرار في يعني مسار العمل الجاد والمضني. عنده قدره عجيبه الحقيقه على التعامل مع الاحداث الكبيره اذا حصلت بهدوء، ويستطيع ان يعالج المشكله علاج جذري بدون ان يعني يؤثر على مسار العمل، و مع الأخذ في الاعتبار كل الظروف المحيطة. مهندس عبد الله، في جانبك الآخر لاحظت تأثيرك بالسبط عبد الله صحيح. وتقربك إليها أكثر، الله يصلح إن شاء الله، لكنه لاحظت أنا أيضا في منزلك قبو معد للمناسبات العائلية صحيح. هل شجعك عبد الله مثلا الطفل الصغير على أن تحتوي هذه العائلة والأسرة داخل منزل المهندس عبد الله؟ هي من قبل، هي الحقيقة من قبل، يعني كل العائلة يمكن نتكلم عن أكثر من 50 ما بين طفل وطفلة، وذا نلتقي كل أسبوع مرتين واقع الحال، مرة عندي ومرة عند في استراحة أخوي محمد. جميل. عندي طبعا في البيت نلتقي، ولذلك حرصت أن يوم أني أسكنت عبد الرحمن محمد والجهرة في الشقق اللي جنبي أنه حط الدور الأرضي لهم قبو مفتوح بالكامل. جميل. بحيث أنه وقت مناسبات الأعياد يعني أيضا المسألة بتعيد نقضيها في هذا المكان، الالتقاء الأسبوعي يكون في هذا المكان، فيأخذون حريتهم فيه الحقيقة. جميل. يعني عبد الله المقبل من وكيل وزارة النقل إلى أمين منطقة الرياض، وأنا أعرف أن شخصية الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد حفظه الله شخصية مؤثرة على كثير من تولوا مناصب أو حتى أيضا الشخصيات العادية. كيف تقيم العلاقة النفسية بينك وبين سمو ولي العهد عندما كان أمير منطقة الرياض؟ أولا الحقيقة أنا في حياتي تأثرت، يمكن في طفولتي تأثرت، في وقت الدراسة تأثرت، بعد ما بداية عملي في وزارة المواصلات تأثرت، ثم في يعني مشواري العملي تأثرت، فهذه ما تأثرت فيها. طبعا في طفولتي تأثرت بأقع أبوي وأمي الله يرحمهم وخوالي، في المدرسة تأثرت بعديد من المدرسين الحقيقة المتميزين اللي يعاملونك كأنك ابن لهم وليس طالب، سواء في الابتدائية أتذكر وهو متوسطة وحتى في الثانوية. جميل. في الجامعة تأثرت بأساتذة متميزين وكانوا داعم حقيقة، حتى أتذكر أحد الأساتذة كان يدرسنا جيوتكنيكال إنجينيرينج، ففجأة لما دخلنا القاعة الاختبار النهائي انطفأت الكهرباء في الجامعة كلها، وكنا في صيف ورطوبة درجة حرارة أكثر من 50 درجة مع رطوبة عالية جدا، فالجميع تضايق حقيقة، يعني احنا في فصل يمكن حوالي 22 طالب، فحاول ينقلنا من مكان لمكان، ثم في الأخير حس بالتعب فخفض الأسئلة من 12 سؤال إلى 7 حتى الطلب يخلصون. أنا أذكر والله وصلت يعني في أول يمكن نص ساعة وصلت السؤال 5 وقفني
قال عبد الله A بلس، خلص سحب الورقة وطالعها قال عبد الله A بلس. فيعني مثل هذا التشجيع يعطيك دافع للمستقبل ويخليك انك تنظر للآخرين بنفس النظرة اللي نظر لك هو. في حياتي بداية العملية تأثرت كثيرا بالدكتور ناصر السلوم عندما كان وكيل وزارة المواصلات، وبحسين منصور يوم كان وزير، تأثير كبير يعني في طريقة التفكير، في طريقة البحث، في طريقة التعامل مع الناس، في طريقة العمل، في طريقة العمل، في حياة مشوار العمل إلى اليوم تأثرت بأبي سلمان كثير. جميل. وجهني يعني نصحني احتضني، حتى أتذكر كان دائما يطلب مني العمل والعمل والعمل. جميل. وعدم التنازل على العمل. أنه من تعين في أمانة منطقة الرياض لم يكفل باب مكتب الأمين، جميع مكاتب الأمين ومكاتب مدير مكتب الأمين والموضوع لم يكفل باب في مكتب الأمين من يوم تعين إلى اليوم. الشايب يدخل والكبير يدخل والصغير يدخل، اللي ما يدخل في وقت المراجعين يشرح معروضه ويطلع. مهندس عبد الله، طبعا سنوات الكفاح التي طبعا عاصرتموها في 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 الدراسة والعمل أدت إلى أن نشاهد مجموعة من لقاءات الشرف مع خادم الحرمين الشريف الملك فهد والملك عبد الله والأمير سلطان رحمه الله والأمير نايف الله يرحمه، وأيضا مجموعة من المناسبات. ودي تحدثنا عن المناسبة هذه. صحيح، هذه بعض المناسبات اللي عزيزة على قلبي الحقيقة، ويمكن هذه كان في احتفالات للطرق في منطقة حائل رعاها الملك فهد رحمة الله عليه في ذاك الوقت، وكان يعني حوار طويل معه الله يرحمه، نقاش عن الطرق الرئيسية، الطرق اللي تروح المدينة، الطرق اللي تروح للشمال، والطرق الطريق القصيم. وكانت في شهر شعبان أو آخر شعبان 1408 هجرية. ثم أيضا في ذاك اليوم، في ذيك الليلة بعدها ولد ابني محمد في نفس الليلة بعد الاحتفال. مناسبة خيرة. ثم الملك عبد الله أيضا، الملك عبد الله هذا أيضا في إحدى زياراته للمناطق المملكة حفظه الله، وهذه كانت زيارة لحال، وكنا عاملين معرض لمشاريع الطرق والتنمية اللي في حال. هذا كان أحد أهم المشاريع اللي كان اطلع عليها خادم الحرمين الشريف الملك عبد الله الله يحفظه ويرعاه. بعدين الأمير سلطان رحمه الله. سلطان هذا كان احتفال لزيارة له في منطقة نجران، وكنا عملنا استعراض عرض كامل لجميع الطرق المنظورة سواء لتحتفيه أو المخطط المستقبلي لمنطقة نجران بالكامل، وكان هذا في ذاك الوقت 1418 هجري. أيضا أمير نايف العبد العزيز. أمير نايف الله يرحمه عندما تولى النائب الثاني، أنا وزملائي في الشركة السعودية للنقل الجماعي مجلس إدارة قمنا بزيارة لها الله يرحمه، وشرح الشركة وأهدافها ومساهمينها وعملها، حتى نتلقى منه التوجيه بصفته النائب، وأيضا بصفته أيضا رئيس لجنة الحج العليا. جميل. أيضا نعمل سماء بن عبد العزيز. نعم، هذه غالية على قلبي. هذا طبعا في عام 2008، في 5 رمضان 2008 سلمت شهادة أو جائزة رجل العام في باريس، وأول من هنأني الله يحفظه الأمير سلمان، فأخذت الجائزة وقدمتها لسمو، وأخذت هذه اللقطة القيمة بعد ما رجعت من باريس في المصر. أيضا في صورة أخرى مع النبي سلمان. هذا كان حقيقة دشلنا في شركة سعودية النقل الجماعي يمكن أهم مركز لمراقبة وتتبع الحافلات في المملكة، وكانت الوحيدة، الشركة السعودية النقل الجماعي الوحيدة اللي بدأت بهذا البرنامج. وكان من حرصه واهتمامه بالموضوع البرنامج أنه معرفة الموضوع أنه يفتتح المركز. مركز بسيط ومصغر، ولكن الهدف منه كان كبير جدا، فشرفنا في افتتاح الله يحفظه ويجزاه خير. أيضا الأمير سلطان رحمه الله. الله يرحمه الأمير سلطان عندما كان نائب أمير منطقة الرياض كان فيه مؤتمر للنقل، وحضر معرض، كان هذا في افتتاح المعرض للمؤتمر في ذاك الوقت. نعم. مع المهندس، هذه المناسبات ماذا تشكل لك ولأبنائك؟ طبعا أنا أعتبر هذه مدرسة لي، لقائي بأولا خادم الحرمين الشريفين، لقائي بقادة البلاد، السماع لتوجيهاتهم، السماع لنصحهم، يعني تجعل من الإنسان أنه يعمل أكثر من طاقته. نعم. ويخدم هذا الوطن الغالي اللي قادته يهتمون بالمواطن، يهتمون بالوطن، يهتمون بما ينفذ لهذا المواطن الغالي عليهم.
هذا يعطينا حقيقة مزيد من الحماس ومزيد من 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 الحرص إنه نعمل على الأقل نحقق جزء من طموحهم الكبير جدا. إحنا جزء من 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 من, من هذا الوطن، ويشرفنا ويسعدنا أن نكون خدم لهذا الوطن ومواطنيه تحت رعايتهم. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى جانب آخر بعد الفاصل. بالنسبة لتعامله مع الموظفين حازم بقوة وبشدة، لا يقبل الكذب ولا يقبل التسيب ولا يقبل التأخر عن العمل. لذلك احنا يقدر الموظف من ليس من تقدير والده او من تقدير اسرته او من تقدير قبيلته، يقدر الموظف من عمله ومن انضباطيته ومن اخلاقه ومن تعامله مع الناس. اهلا بكم من جديد مهندس عبد الله. طبعا هذه الرحله الطويله بدايات وهذه المناسبات التي تشرف اي انسان مع قياده هذا البلد، سيرتكم المحليه والدوليه بعد هذا العطاء الكبير باختصار. يعني الحقيقه يعني عمل مثل عملي لابد ان يكون الواحد ممارس وقريب من التجارب المحليه والاقليميه والدوليه. الحمد لله وفقت اني اكون عضو في كثير من النشاطات، في كثير من المنظمات والهيئات المحليه سواء او الاقليميه او الدوليه، حتى اني ترأست العديد منها. الان جمعية هندسة الطرق الخليجية في دبي، انا رئيس مجلس الإدارة، وانتخبت اكثر من مرة، الان هذه رابع مرة كل سنتين. ايضا جمعية النقل الذكي العربية انا رئيسها، اسست في بريطانيا ثم ترأستها من عام 2007 تقريبا. أخيرا ترأست انتخبت بالإجماع لرئاسة الاتحاد الدولي للطرق في واشنطن، وهذا اتحاد يعنى بالطرق والنقل في جميع دول العالم، وله مكتبين، مكتب في بروكسل ومكتب في جنيف للاهتمام بالجانب الأوروبي. ونسعى إن شاء الله الآن مع الاتحاد أن يكون مكاتب أكثر حتى في الدول العربية، يمكن حتى في المملكة العربية السعودية. جميل. ايضا انشئ الاتحاد الدولي للانفاق في فرنسا، عن طريق الاتحاد استطعنا ان ننشئ مؤسسه تعليميه تعنى بتدريب وتاهيل وتهيئه المهندسين في جانب الانفاق والمنشآت تحت الارض سواء مواقف او مترو او غيرها، تهيئتهم ومنحهم شهادات ماجستير ودكتوراه. انشئ هذا انشات هذه المؤسسه في لوزان في سويسرا، وانا الرئيس لها من انشات في عام 2009. جميل. وحتى الان ايضا انتخاب بالاجماع. هناك ايضا نشاطات اخرى في امريكا، مشاركات في لجان عديده سواء في انظمه النقل الذكي، جمعيه النقل الذكي الامريكيه، او مجلس ما يسمى مجلس ابحاث النقل في واشنطن. هذه كلها الحقيقه تعطي الانسان خبره وتجعله يعني يحاور ويناقش ويستفيد من الخبراء والمتخصصين اللي أكثر منا علما وخبرة في هذا المجال. المهندس عبد الله لا شك من القيادات التي تفرض نفسها باحترامها لكل من يتعامل معها سواء اتفق أو اختلف معه. المهندس عبد الله المقبل تعاملت معه في عدة زوايا، كنت أراه من خلالها قائدا حقيقيا يفرض احترامه برؤيته الشاملة، برؤيته للأهداف التي يريدها، إلى أين يريد أن يذهب بك أو إلى المنظمة للوصول إلى أعلى ما يمكن تحقيقه. أيضا مهندس عبد الله في جانب آخر، هذه المناسبات ترتب عليها أيضا شهادات استحقاق وميداليات استحقاق لكم، يعني وش أهم الجوائز التي تشرفت فيها؟ منحت طبعا خلاف رجل عام 2007، وهي من أعلى الشهادات التي تمنح المتخصصين في هذا المجال. منحت أيضا ميدالية استحقاق من إيطاليا في روما، وأيضا منحت شهادة استحقاق من الجمعية الأوروبية للنقل في بروكسل، ومنحتها العام الماضي في إسبانيا، بالإضافة إلى شهادات تقدير واعتز فيها من داخل المملكة كثير ولله الحمد، وأيضا شهادة تقدير واعتزاز من وزير النقل الأمريكي اللي قبل السابق على مدى التعاون ما بين وزارة المواصلات وزارة النقل لاحقا مع
مع جميع القطاعات المعنية بالنقل والطرق ومعاهد الأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية. جميل. هذا الكفاح أيضا تولد وتمخض عن إقامة أيضا المؤتمر العربي للطرق في المملكة، وهو شرف للجميع، وطبعا المملكة تحظى بتقدير عالمي. صحيح. في كافة المجالات، ومن ضمنها أيضا الطرق السريعة. صحيح. والطرق المحلية أيضا. ماذا يمثل لكم هذا المؤتمر؟ هذا أكبر تحدي واقع الحال. كنا في اجتماع أول ما ترأست الاتحاد الدولي للطرق، كنا في اجتماع مجلس إدارة في ميلانو في إيطاليا، وكان الحديث قبل 28 شهر بالضبط، كان الحديث عن من هي الدولة المستضيفة، من هي الدول التي قدمت برنامج لاستضافة هذا المؤتمر العالمي اللي كل 4 سنوات يقام، وكيف المجلس يختار الأفضل منها. فكانت الدول المتقدمة اليابان وكوريا والصين في ذاك الوقت، لأنه كان قبلها في فرنسا، فبالتالي لازم يعطى فرصة لدول أخرى. قبلها كان في البرتغال، آخر مؤتمر كان في البرتغال، ثم فرنسا قبله، وكوريا قبل مدة، فصار في فرصة الآن لدول أخرى. استعرض المجلس تجارب الثلاث دول وطروحاتها لإقامة المؤتمر، والمواقع اللي بتقيم فيها المؤتمر، والناس اللي بيحاضرون، يعني كل التجهيزات. جميل. لكن تفاجأنا من أعضاء المجلس كلهم طلبوا أن يقام في المملكة العربية السعودية. كل أعضاء المجلس. هي. فطبعا وعدتهم أني أبحث هذا الأمر، وفعلا بعد ما رجعنا من الاجتماع بحثنا الأمر وعرضنا للمقام السامي الكريم لاستضافة هذا المؤتمر العالمي. جميل. وجدت الحمد لله الموافقة، صدرت الموافقة من سنة ونص تقريبا، والآن احنا في طور يعني المؤتمر، والحمد لله إشادة دولية بأعداد الأوراق اللي قدمت واللي اجتازت القبول من لجان المحكمة، والحضور اللي سجل حتى الآن تجاوز أكثر من 1000 من خارج المملكة. أتمنى إن شاء الله له النجاح، وأنه يكون يعني فعلا واجهة، يخرج بتوصياته، يخرج بتوصياته، وأيضا يكون واجهة لمؤتمرات قادمة. كل أعضاء مجلس إدارة والجمعية العمومية في اجتماع مجلس إدارة الأخير في واشنطن في يناير أشادوا بالتجهيز والاستعداد وكل ما طرح من تنظيم لإقامة المؤتمر. Partner Associations. لقد تعرفت على رئيس مدينة الرياض منذ 12 سنة في أوروبا، وقد قابلته في أوروبا، وقد كانت بيننا العلاقات الإيجابية، فهو يتحلى بمصداقية في العلاقة، وكان حريصا جدا على انتقاء أفضل برامج التدريب لموظفي مدينة الرياض والذين يعملون في مجلس المدينة، كما كان يدقق في كيفية أن تلك البرامج تعتمد على التنافسية، وهذه البرامج أفضل برامج التي قدمت لموظفي مجلس المدينة كانت معظمها تعتمد على نظرته الثاقبة ورؤيته العملية. ومنذ 3 سنوات ونحن نعد لتنظيم هذا الحدث في الرياض، والذي كان توج بأفكاره وكان النجاح حليفه في أن يشارك، أن تقتنع أكثر من 25 منظمة واتحادات في مجال الطرق والنقل وسلامة الطرق، ولم يحدث ذلك من قبل في أي دورة انعقد في هذا المؤتمر في أي دولة أخرى. وكما حضر لهذا المنتدى الشخصيات كبيرة وشخصيات ذات ثقل في المجال، وهذا مرة أخرى أكرر أنه ذو رؤية ثاقبة ورؤية سليمة في أن جهود كل هذه المنظمات لولا رؤيته ووجهة نظره الثاقبة ما كان هذا العدد يحضر في مدينة الرياض، وهو يعتبر أكبر حاشد في مجال النقل وإنشاءات الطرق. معالي المهندس، الآن أنت أميرا لمنطقة الرياض، وهذه المسؤولية تمثل لك أنت شخصيا مسؤولية كبيرة، وكذلك للأبناء، وحسب علمي أن لديك ابنين وبنت، يعني هل هذا يؤثر على طبيعة عملك وطموحك أيضا وجود الأبناء، وأنت شخصية تمثل منطقة يعني من كبرى مناطق المملكة؟ أولا حقيقة أنا تشرفت بهذا التكليف من ولاة الأمر، وإن شاء الله أني أكون عند حسن ظنهم وحسن اختيارهم. الإنسان يسعى دائما للكمال، ويسعى لأنه يلبي خدمة هذا الوطن، والآن يعني في منطقة الرياض أنا أعتقد أنه أهم شيء أن نخدم سكان سواء مواطنين أو مقيمين في هذه المنطقة بالشكل اللي يلبي طموحهم، يلبي احتياجهم فعلا. ونتمنى، أتمنى الحقيقة من الله العون التوفيق مع زملائي في الأمانة اللي الحقيقة وجدت فيها من الرجال القادرين ومخلصين على أداء العمل بكل أمانة الحقيقة وبكل روح ونشاط،
طبعا الأبناء تأثروا بمواقع عملية الكثيرة السابقة والحالية، والوقت أحيانا قصير جدا معهم والعائلة، ولكن يعني كثير من الأوقات في السفر بالذات سفر الإجازة نكون مع بعض، يمكن هو الوقت اللي فعلا الواحد يحس فيه أنه مع أولاده بشكل كامل، ويتعلم منهم ويتعلمون من هذا الكفاح، ويتعلم منهم صبرهم على مراحل الدراسة واللي أكثر مننا يمكن في وقتنا، وأيضا عملهم الآن الحمد لله كلهم يعملون، آخرهم محمد الآن يحضر ماجستير في تقنية المعلومات ومحاكاة السائق مع المركبة في اليابان في واحدة من أكبر الجامعات اليابانية جامعة وسيدا، ومبتعث من مدينة الملك عبد العزيز والتقنية، وأنهى الحمد لله بعثه وسيحضر إن شاء الله بعد شهرين. عبد الرحمن أيضا أنهاها في الآي تي ومن جامعة الملك سعود بتفوق الحمد، وأخذ ماجستير من جامعة وورك في بريطانيا في نفس المجال. أيضا البنت وهي الكبيرة أخذت أيضا بكالوريوس من جامعة الملك سعود في الآي تي، وكانت الأولى على المملكة عندما تخرجت لها الحمد، وتعمل الآن في هيئة السياحة ولها عمل جدي ونشط في مجال نقل الآي تي في 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 هيئة السياحة، وأتعلم منهم أنا بالذات على فكرة. طيب ولكن كلهم الآي تي وش السر يا مهندس عبد الله؟ أعتقد رغبات أكثر من أنه يعني طموح. كان من وقفات أتذكرها عندما تيت لاختيار التخصص، كان في بالي طبعا تخصص الطب وتخصص هندسة الحاسب الآلي، فكنت يعني محتار، وبعد الاستخارة والاستشارة أحس بأن لدي يعني مشكلة تحتاج إلى تدخل، فأتاني ويعني قال لي يا عبد الرحمن يعني وش ترى الآن، أنت الآن تخرجت الحمد لله وش تفضل؟ قلت والله أنا محتار بين الطب والهندسة، فذكر لي يعني ذكر لي مزايا الطب وذكر لي مزايا الهندسة الهندسة الحاسب الآلي، وقال أنا لا ماني متدخل في القرار، لكن بنصحك تروح لعمادة الحاسب الآلي وتروح لعمادة الطب وتشوف كل يعني العميد وتشوف وش ده وانت تقرر. كيف تتعامل معهم يعني حقيقة وانت في ظل الزخم الكبير من العمل اليومي خارج إطار المنزل، كيف انت تتعامل معهم وفق يعني اصبحت الان او اصبح العلم هو اساس حياة الشاب؟ يعني هل تحضر مجالس الاباء مثلا؟ نعم كل مجالس أباء أبنائي لما محمد وعبد الرحمن كنت أحضرها كلها لله الحمد، وكنت أفرح كنت أخرج مسرور بالإشادة في عبد الرحمن ومحمد ما شاء الله. نعم مهندس، يعني أنت تعرف هناك أجيال من الوطن سواء على مستوى الشباب أو الشابات سيأتون المملكة من الدراسة الخارجية، ما يمثل يعني لك هذا الطموح في توجيه هذه يعني هذه المجموعات التي ستأتي إن شاء الله؟ أولا أتمنى لهم التوفيق الحقيقة، وهذا برنامج طموح جدا وكبير، وسيأتون طبعا بيمكن فكر وعقلية أكثر توسعا من الناس اللي درسوا في محليا. نتمنى أنه هذا يفيد وينقل الحقيقة العمل سواء الخاص أو الحكومي، إن عملوا مع قطاع خاص أو عملوا مع قطاع حكومي هم مكسب، أن ينقل العمل إلى البيئة أفضل. إحنا الآن نعاني من بيئة العمل أنها ليست كلها تقنية 100% في أكثر المجالات سواء القطاع الخاص أو حتى المجال الحكومي. نتمنى أن هذول بفكرهم الجيد المستنير وتواصلهم مع مجتمعات متقدمة أنهم ينقلون هذه الفكرة وينقلون هذا التوجه، ونستفيد منهم إن شاء الله. طرحت موضوع مشروع النقل العام، أنا أعتقد هذا الحقيقة أكبر هدية لمدينة الرياض من خادم الحرمين الشريفين جزاه الله خير. عندما طرح المشروع عليها الله يحفظه كان المرحلة الأولى فقط، وكانت المرحلة الأولى فقط خطين قطار كهربائي حوالي يمكن 26-27 مليار، ولما طرح التقرير على في في في, في على المجلس برئاسته الله يحفظه وجه أن جميع مراحل المشروع تنفذ وتعتمد ما شاء الله، وليس فقط للمرحلة الأولى وهي 6 خطوط بإضافة إلى مئات الكيلومترات من خطوط النقل بالحافلات. أنا أعتقد هذا نقلة هو الحقيقة أكبر مشروع الآن في العالم، وليس في الوطن العربي، في العالم كله أكبر مشروع ينفذ، وإن شاء الله البداية
تكون في الأشهر القادمة هو يلمس أهالي مدينة الرياض فائدة. ما الذي يزعج المهندس عبد الله المقبول في حياته العملية أو حياته الخاصة؟ كثير. يزعجني الحقيقة نظافة المدينة، موضوع صيانة الشوارع وما يلزمها، مش بس ليس الشارع الأقصد فيه الأسفلت، إنما الأرصفة، الأشجار، العنارة، الجوانب الطريق، اللوحات اللي على المباني الدعائية، المحلات بشكلها المختلف من مبنى لمبنى ومن شكل لشكل، أيضا رمي المخلفات في أكثر من موقع أكثر من مكان. ولذلك الحمد لله يعني استطعنا السنة دي أن نعمل نقلة نوعية في الحصول على يعني مشاريع جديدة لأول مرة لمعالجة مثل هذه المشاكل، ويبدأ فيها إن شاء الله في السنة القادمة 2035. جميل. يعني إحنا قبل أن نختم يعني الفقرة هذه، أو يعني هناك الأحفاد أو الأسباط مؤثرون على الآباء تحديدا، يعني ما هو التخوف على هؤلاء أو تلك الطفولة؟ يعني أنا أعتقد التعليم أهم شيء. أنا أعتقد إن إذا الله وفقهم إن شاء الله بتعليم جيد وبترابط في الأسرة، التوفيق إن شاء الله بإذن الله أمامهم. اختيار الأصدقاء، اختيار البيئة سواء في الدراسة أو في العمل، أعتقد هي أساس نجاح الإنسان والتوجيه. جميل. صبتك عبد الله وش يمثل لك يا مهندس عبد الله؟ هذا أغلى شيء في 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 حقيقة في حياتي. هذا ابن بنتي. نعم. وهذا الآن عمره 3 سنوات. كيف حالك عبد الله؟ ولد. الحمد لله يا أهلا. شو اسمك؟ اسمك؟ أنا اسمي أحمد. وأنت؟ أحمد. إيه. وأنت؟ أنت مين؟ ها؟ شوف الكاميرا، شوف الكاميرا. إيش تحب تقول بابا؟ قل أنا عبودي. ولا خالد؟ طبعا هذا عبد الله، عبد الله العيدان، هذا ابن بنتي ومولود في امريكا عندما كانت ابنتي مع زوجها للدراسه، والان يدرس في المرحله في الروضه هنا قريب من البيت، والله يوفقه ويستر عليه ان شاء الله. من هنا تواصل عزم الرجال في عمل بناء مثمر كان نتاجه بأن كوفئ بشهادات وميداليات ودروع تشجيعية استحقها من خلال مسيرته العملية داخل وخارج المملكة بأكثر من 43 مناسبة. حينها لم يقف هذا الكفاح الطويل عند هذا الحد من الطموح الكبير، حتى تشرف بصدور الموافقة السامية الكريمة بتعيينه أمينا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة في شهر شعبان لعام 1433 للهجرة، لتؤكد هذه السنوات الطويلة التي استمرت قرابة 4 عقود مسيرة كفاح رجل عمل بإخلاص وجد وحرص في خدمة دينه ووطنه، وهو الذي يعيش حالة من العمل والمسؤولية الكبيرة بدعم من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ومن سمو أمير الرياض وسمو نائبه في بناء وتطوير كبرى عواصم العالم العربي المليئة بالحيوية والانسيابية عاما بعد عام. طيب في دقيقة يعني كلمة المهندس عبد الله أمين منطقة الرياض. اولا يعني اتمنى من جيل الحاضر ان يستشهد جيل الماضي في 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 نجاحات اي شخص من جيل الماضي، ان يستشهد به وان يستفيد منه وان يتلافى اخطاء الجيل سواء من الحاضر او الجيل الماضي. احنا امامنا تحدي سواء في المملكه او في الدول العربيه ككل او في الدول الاسلاميه، التحدي في التنميه والوصول لافضل يعني تقنية وأفضل خدمة للوطن. هذا يتطلب منا عمل مضاعف، يتطلب منا جهد، يتطلب منا الحرص على اختيار أفضل تقنية وأفضل خدمة سواء نستفيد منها أو نقدمها. جميل. فأمامنا تحدي كبير لجيلنا الحاضر أنه يحاول ينهل
من العلوم المفيدة ويستفيد منها ويستفيد من آخرين، يستفيد من التجارب الناجحة ويطوعها، وأيضا يخدم هذا الوطن الغالي اللي يعني خدمه من 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 طفولته من ولادته إلى وفاته يخدم جميل. هذا الوطن، فعلى الأقل نرد لهذا الوطن جزء من الجميل الكبير جميل. اللي أعطانا. شكرا لكم مهندس عبد الله. طبعا تأثير الوالد، تأثير الوالد، تأثير الوالد علينا، تأثير الوالد علينا.